هاي ايدي بطلت احس فيها خلص خلص يا جماعه اذا قدر يكمل 24 ساعه هون له مني 10000 درهم. والله يا جماعه كيفكم شو الاخبار؟ لا طالع مع الشباب نصور فلوج اسطوري. اخوان مالكم؟ الجو حلو الجو حلو الجو حلو. عمي ترى انا متعود بالاردن اطلع واروح الف لي بالشارع. انت مستانس بالجو، يعني نحن عندنا وايد اماكن اندور نقدر نصور فيها، انا غلطان يا اخي بلجلو؟ والله الرجال ما حكى شيء غلط صراحه. والله انا بستغرب ليش الشباب بالخليج بشكل عام بصوروا بالبيوت؟ لان درجه الحراره توصل 50. قاعدين نسلق احنا. قاعدين نسلق. كم توصل درجه الحراره؟ 50. طب عادي يعني الجو حلو شوي يعني. اوه شو فيك؟ تعبان. ليش تعبان؟ حر. شو كانت الفكره زين؟ والله ناس أنا بضبطك. أنت قلت لي الموضوع عندك. اسمع وصلنا المكان شو رأيك؟ أنت قلت لي الموضوع عندك جايبني على مول؟ أنا بقول له أنا حران جايبني على مكيف مول غبي. لا 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 أنت مو فاهم الموضوع. شوف هناك شوف هناك مكتب. تعرف تقرا إنجليزي؟ أوكي يا جماعة أنا مش عارف شو المكان اللي جابني عليه كندي. هاي. هلو هاي. هم ماتش تمبريتشر إنسايد؟ ناقص 6. ناقص 6؟ ايه كله هو. اوكي ثانك يو انجوي. يلا يلا على الثلج يا كبير. بما انه وصلنا لابرد غرفه في دبي او في العالم فخطر ببالي تحدي اسطوري. هون هاي الغرفه سالب 6، كل 5 دقائق الشباب راح يشلحوني شلحه، انا بدي احاول اضل قاعد 24 ساعه. هون كنت متحمس زياده عن اللزوم، التحدي ساعه. 24 ساعه. والله تخسف. وهيك بتكون بلشت اول 5 دقائق. شوف نشوف ابداعاتك في الرقص. اوكي. ليتس جو. اول 5 دقائق ما كنت حاسس ولا اشي، كنت مفكر التحدي كثير سخيف. احضروا الفيديو للاخر لانه كل شوي بصعب التحدي. واو انا كثير بردان. اسمع انا مش هكمل 5 دقائق. هذا يا جماعه تحدي زلوميه. مين يكون زلمه؟ بدي اياكم تركزوا بهاي الجمله منيح. مين يكون زلمه؟ لانه حندم عليها بالنهايه. والشباب ما صبروا تخلص ال5 دقائق وقرروا يشلحوني اول شغله معانا بالتحدي. والله هلو استنى في منيو. شوف طلع كيف محطين التويكس. لا هاي زي ثلاجه. والله اوكي. دو يو هاف تي؟ ريد تي وذ نعنع. نورمال تي وذ مينت وذ نعنع. لا وذ مينت. يا وذ مينت. وينتر از كامينج. مش قادر اقعد كرسي ثاني. انا يا جماعة حمرا. لا لسه مش حمرا. شو رايك تجينا على جريك كمان؟ لا كمان 5 دقائق. هيك التحدي يستاهل الوقت يا جماعة. هذا طلعوا عشان انجزت بالتحدي جابوا لنا كباب. والله بدا نفع. والشاي طلع شاي اسطوري. يلا على الله على الله. شو برو؟ صراحة والله جامد. والله يا جماعة أبرد غرفة في العالم كثير باكي. ممنوع أي حد يدخل لهون غير هو لابس جاكيت وجوانتي وطقيل وأنا من غباي قاعد بالغرفة الأخضر. والله إني أحبك بالموت يا أخي. مستانس. لا والله مستانس. أدري إنك مستانس. والله مستانس الصراحة. يا حمار. برد يلعب منظرك بلي والله. وجهي مجروح. اهدى يا حياتي. طلع قديش حمرا يا حياتي يا حياتي. وانا اهجح حبيبي. ايدك وايد حبيبي ايد خبات. اوكي يا جماعه مستمرين. جابوا لنا مشوار. حتى المشوار بارد. اول مره اشوف هيك. اوه انت خذيت راحتك وايد صح؟ والله الشباب بطلوا قادرين يتحملوا البرد فقرروا ينهوا لي التحدي. بالضبط يا جماعه شلحوني الجاكيت ومو بس هيك كمان البوت والجرابات بغرفه سالب 6 درجه الحراره.
طيب يا جماعة هلا صار وقت الجد، أنا هاي إجري وهيني هيك قاعد، ما ضل إشي أشرح، مش حق أقعد هون بالبوكسر. شكرا على التكيت، سبيلا كنت محتاج، الله بردان. هون يا جماعة وصلت للمرحلة اللي قبل الأخيرة من التحدي، وحرفيا بطلت حاسس بمفاصلي. احضروا الفيديو للآخر لأنه لسه اللي جاي أصعب. ترى والله مو قادر أحرك إيدي أقسم بالله، والله مو قادر. يا جماعة إذا قدر يكمل 24 ساعة هون إله مني 10,000 درهم. 10,000 درهم؟ ليه مني أنت قدها؟ قدها أنت قدها طلق دي هيك؟ صراحة لأنه مستحيل يا جماعة، مستحيل عم بيعمل أصلا هسه صعب، مستحيل يكمل 24 ساعة. والله مستحيل مستحيل. استنى ما شفت أنا لا بليبلي لا 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 والله احتراما للناس اللي موجودين عندك بسلك كم لا الحمد لله طلع ايدي بعلقة طلع ايد اللي كذا شيء الساعة بعد الساعة ساعة لا يا خليه ابدا فيك شوي لا فلوس لا 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 انت بس شلت على ظهري انا موت لا والله حكي امور غلط ايش ايش ضاري يا حمار كيف اكمل هذا التحدي مع المعاديه اللي معي حط ضاري حط الجلد على التلج على التلج يا غبي الله 20,000 درهم اذا انت كفو 20,000 درهم لك اذا بتشيل البلوزه بتقعد 24 ساعه بدون البلوزه 20,000 درهم يعني 4,000 دينار اردني 4,000 دينار اردني بس شيل البلوزه وقعد 24 ساعه يلا شوفها هاي بدها سلام بعد هذا مش قادر انا لا اعتقد نسيت تليفوني برا برجع بجيب هذا حجه انا توزيك طلعوا شو لابس طلعوا هذا الثاني اللي عم يصورني شو داخل مكان برد شو دلبس انا كان نفسي اكمل التحدي بس فعليا لو كملت اكثر من هيك كان ممكن يصير علي خطر صحي والله ايدي مش قادر عليك اوكي بطلت قادر اتحمل الجد خليك بطلت قادر اتحمل الجد خليك زين والله مو قادر خلص والله مو قادر اتحمل لا 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 يا هاي ايدي بطلت احس فيها خلص شو يا حبيبي في الوان في مرضى جاي عن قريب في مرضى جاي صحيا لازم اطلع صحيا كثير غلط يلا بس اوكي بس لا بدي اخذهم برا تليفوني طلع في جيبي والله حسبي الله ما حدا يعمل هاي تجربة مرة ثانية لا 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 حماس نبا حماس ايش بدك كريزما هذا هو دقيقة لا يتغلب يا عمي هلا عمي تعال والله ما انا عامل